السلام عليكم. اليوم 17 مارس، إسكيشير تركيا. البارح تركيا دارت قرار بأن الجميع السوبر ماركتات و القهاوي لا تمشي لي العربية باش نعرف نهضر بالعربية، يا ربي تسر وصافي. المهم القهاوي والمطاعم كاملين، السبور لاصالات ديال السبور كلهم تسدوا، وخاص بنادم يكون في الدار ديالو. ما فهمتش انا الريستوره ديالنا علاش حاله. الريستوره ديالنا غادي تخدم اليوم، غادي نشوفو. هو ما كنظنش انه يجي كليان، الا جا يكون قليل درجه كثيره. ولكن ما فهمتش علاش، ماشي ما فهمتش علاش القرار اللي خرج فيه الكافيات ديال القهاوي الشعبيين ولي كافي الاخرين اللي لوكس وداكشي، ولكن الريستوران ديالنا حيتاش هنا في تركيا عندها شنو، كيفاش نفهمكم، سميتها لوكانطا، يعني ديال الماكله. اش ديال الماكله ما غاديش تسد قالك، حنا غنشوفو. يعني غادي يجيو يحلو، وبعد ما يحلو غادي نشوفو واش غادي يجيو شي بوليس ولا شي حاجه يقولوا لهم سدوا ولا لا. ان شاء الله يقولوا لهم سدوا، مخرجين هنا في هذا البرد، هذا شي البرد السميقلي. حتى واحد ما كيدور، شوف الدنيا خاويه. الجهه الاخرى كاين هاد عمي، هذا شاد عمي جالس هنا سنين، دار الحوته ديالو هيا. يعني كاين بنادم قليل، كاين بنادم قليل. نورمالمون هاد الشارع هذا كيكون عامر بالناس، صباح عشية ما كاينش الفرق. لكن دابا خاوية الدنيا. كنتسنى دابا الباترون باش يجي يضرب الساروت في الحانوت ويفتح. جنايدن ما واحد الدري عندنا بارمان. هل تشميروس بيزي هاب ورده بوغن ثانية قال لنك مسكين، قال جاك احمد ابي بيرزان، قال جاك نية بيزات شزان ما الله ميورو. مشتري دي قال الناس كيم gelecek ki ben sabah kalktım. Kapalı mı şu an çoğu yer? Hepsi kapalı. Vallahi. Evet. Sadece biz açacağız. Sen de poçanını aldın geldin. Ya duydun da kapanacağını. Bana haber gelmedi kapanacak diye, ben de o yüzden geldim. Evet. Aa, ya bizim dükkan Lokanta geçiyor diye o yüzden kapanmayacak diyorlar. Lokantalar da öyle ki şu anda. Hı? Lokantalar da kapalı ki çoğu. Kapalı. Kapalı. Bakacağız. Ya o açıklama kısmında lokanta kapalı yazıyor. Bakarız. المهم تركيا حتى هي كانت واخده بواحد ومازال واخده بالضحك، بحال المغرب مازال واخده بالضحك. بحال دابا انا جاي في ترونسبور دابا داير هادي على وجهي، داير لها هكا، بنادم تيخنزر فيا بحال ما عرفت شنو واقع. حتى واحد ما داير الكمامه، حتى واحد ما داير شي حاجه. اصلا هذيك الكمامه ما عندها ما باش تنفعك، خاصها تكون شي كمامه اللي طبيه، اللي تكون غليظه وفيها واحد الفلتر، هذا باش تقدر تنفع. اما ديك الكمامه ديال الوراق ولا رقيقه، ملي كتنفس راه كتفزق، ولا فزقات هي تقدر تجيب لك الفيروس. الفيروس ديجا دقيقه الا بقى في الجو بوحدو كيموت، اما الا كان في شي حاجه اكيد، يعني شي حاجه اللي فازقه كيبقى واحد المده. فيروس واش من فيروس هذا، الله يحفظنا وصافي. الا كانت بيد العبد خلينا له الله، ولا كانت من عند ربي الله يرفق بينا.
هذا هو هذا هذا واد كانوا خواه باش ينطفوه وقدب خاوي المديال وهابط. هاد المدينة هادي إسكشهير تركيا، اليوم 17 مارس 2020. اوكي هما جاو حلوا المحل، مشيو ندخلو نتوكلو على الله، ما ندير والو، ما ندير لا ميزون بلاص لا والو، نبقى جالس نتسنى نشوف شنو كاين. نورمالمون خصهم يسدوه. يعني مستلا هاد العصارة ديال القهوة كانت عندنا في الدار في المغرب، كدير قهوة واعرة. هنايا لقيتها في تركيا ولكن صغيرة، خاصها تكون كبيرة بلاند بحال هكا، ان شاء الله دير لك شي نسيترو ولا شي حاجة. اللي هنا في تركيا وعارف فين تتباع يقول عليا نمشي نشريها. البارح عندنا واحد الباترون مريض حمق، باغي يحمينا من كورونا، غادي يدير فينا الكانسير. ويحمينا من كورونا وبغي يدير فينا الكانسير بلاصه كورونا. مش ما شكون اللي قال ليه واقيلا هاد الفيروس هذا راه كيموت بجافيل. مشى جاب جافيل دارو في الرشاشه وبقى تيرش في الحيوطات، يرش في كل شيء. هاتي البارح الموت ديال الضحك، البارح الدراري كاملين ديال السيرفيس الحوايج ديالهم طبعوا بجافيل، اللي لابس كحل ولا لابس حمر، اللي لابس حمر ولا لابس ابيض، تخلطات القضيه. المهم خاص بنادم ياخذها بجديه، حيت هذا الموضوع هذا ماشي ديال الضحك ولا ديال الوقت ديال التنكات، خصوصا الناس اللي عندهم الناس كبار في السن يردوا البال، نقصوا من البوسان من التسلام. حنايا في يد الله، حنايا في الريستورون كيجيو اشكال وانواع ديال الناس ما كتعرفهاش منين جات، حتى لي تواليت وهذا راه مشروكين فهمتي. دخلت عيا تهرب، غادي تدخل للتواليت غادي تقيس لي بواني وهذا، خصك تغسل يدك كل مره. عاوتاني هنايا كندير يعني كوزينه، يعني الخضره باش تجي عندك راه كدوز من 50,000 يد. يعني اي حاجه كتدخل عندي هنايا الكوزينه كنحاول نغسلها مزيان، ما تجيش عاوتاني تغسل الخيار ولا المطيشه ولا البطاطا بجافيل ولا بشي حاجه. المهم راه كنغسلوهم مرات، يعني جوج المرات، ثلاثه المرات، اربعه المرات، حتى كيتحيد منك الوسواس. حيت ماشي غير لي كليون اللي كياكلوا من هاد الماكله هادي، حتى انا كناكل منها. والمصيبه هي
اللي كيكون واخده بجديه وكي كيغسل. نصيحه، الماكله في الزنقه حيدوها، حيدوا الماكله في الزنقه، ديجا هي ماشي صحيه. طيبوا في الدار، كلوا الماكله ديال الدار، حاولوا تاكلوا شي حاجه اللي نقيه اللي صحيه اللي كتقوي الجسم، يعني بحال اللي كتقوي المناعه، بحال الحوت، الحوت مزيان، الحوت الغنمي، اللحم ديال الغنمي حتى هو مزيان كيقوي المناعه. هادو عندك الزنجبيل، ما عرفتش شنو سميتو، بالسكين جبير اللي كيكون بحال العواد، كيكون عند العطار، كيكون طري، هذاك تقدر تطبخو مع القشور ديال الليمون او ليمونه، تقطعها هكاك بالقشور ديالها وطبخو، طبخهم وشد يعني صفيه وديرو في شي قرعه وخليها معاك. هذيك القرعه بقات تشرب منها ديما، منها انها كتقوي المناعه، منها كتنظف الجسم من بزاف ديال الامراض، خصوصا اللي عندهم الدهون المتراكمه، يعني الناس اللي عندهم مشكل ديال الكرش او شي حاجه، هي الزنجبيل كي والليمون كيساعدك باش تخلص من هذوك الدهون اللي ما عند الجسم ما يدير بها، يعني الدهون الغير الصحيه. اوكي، المهم بنادم يدير التدبير والكمال على الله سبحانه وتعالى. ماشي دابا بنادم ماشي تكبر وشي يقول انا الدوله الخطيره وهذه والسلاح وهذا وهذا، ربي خرج لهم فيروس ما كيبانش بالعين وقال لهم رجعوا للحجم ديالكم، نتوما راه صغيرين قد هكا، سبحان الله العظيم وصافي. المهم الموضوع كيف ما قلت لكم خاصو يتخذ بجديه، حتاش ايران والطاليان، ايران كان كيقولوا لهم اللي جاب احنا مؤمنين بالله وهذا وهذا وهذا، وداك الهضره الخاويه ديال الشيعة، خرجوا لهم في التلفزيون تيقول لهم ما تخافوش حنا ما تقيسناش، حنا ايران، حنا هادي، حنا هادي. فحال واحد ضحكني في تركيا هنايا، وشكون هاد الواحد اصلا هو الباترون ديالنا، قال لك اصلا هاد الفيروس دايرينو الناس، دايرينو الحكومات الشعب ديالهم باش ينقصوا من الناس، باش ينقصوا النسمات ديال الناس حيت كثار. قال لي اردوغان ما غاديش يدير هاد القضيه هادي حيت هو باغي يكثر الناس، يعني واش اردوغان غادي يحبس لك فيروس اللي ما كيبانش بالعين؟ تقوا الله صاحبي. كيف ما قلت لكم ايران وايطاليا كانوا واخدينها ماشي بجديه وكيتنكتوا عليها، كيديروا عليها لي ستاند اب، كيديروا عليها المسرحيات، ودابا ولاو كيموتوا بالالاف فيها. يعني ما نقدرش نقول الارقام، مي الطاليان راه يكون وصل فيها شي 2000 ديال البشر، وايران كثر. عندي واحد الصديقه ديالي ايرانيه، الوالده ديالها قبل بثلاث ايام الدوله كانت مخبيه عليهم حيت كان عندهم واحد الانتخابات، باش يدوزوا الانتخابات كيف ما باغين هما، ما قالوش للشعب ان راه كاين فيروس وخذوا الاحتياطات وداكشي. في حومه وحده اللي هي ساكنه فيها الام ديال هاد الصديقه ديالي، 300 واحد مات في دقه، ماشي لقاو الحاله ديالهم وقالوا غادي نشوفوهم واش مرادين بكورونا ولا لا ولا هذا، ديريكتومو لقاوهم ميتين. ملي كيجيو يشوفوا السبب هو كورونا. الناس اللي في تركيا من المغرب، ردوا بالكم، حيتاش الارقام اللي لقاو ديال الناس اللي مرض ما كيقولوهمش بالصح، وما كيقولوش اين مدينه لقاهم فيها، وهذه مصيبه. يعني بنادم لما الا كان عنده الخدمه ديالو مثلا من الدار يكون حسن و ارتاحوا شويه، ارتاحوا، شدوا الرد شويه. كاين بنادم محتاج، كاين بنادم خصو الخدمه، كاين بنادم ماشي في الصالح ديالو انه يتسد بزاف ديال البلايص، ولكن ما عندك ما دير، يعني خصك تصبر. تقدر تشوف شي مساعده من الناس اللي قراب منك ولا شي حاجه باش تدوز هذه الفتره هذه. 15 يوم الى دازت بسلام غادي تحاصر هذا المرض هذا، وغادي تسالى، غادي تعرف شكون اللي مريض شكون اللي ما مريضش. وهذا المرض هذا اللي هو هذا الفيروس اللي سميتو كورونا، راه ماشي قوي بحال
انفلونزا الخنازير ولا ايبولا ولا بزاف ديال سارس مثلا، كانوا خطر من هذا. غير هذا ما كيبينش الاعراض ديالو الا باش بدوز سيمانه او جوج سيمانات، وكينتشر بالزربه وكيتكاثر بالزربه. واللي صعيب اللي خلاه صعيب انه ما يلقاوش له الدواء ديالو هو انه ملي كيتكاثر بالزربه كيحصل ليه واحد الطفرات في الجينات ديالو. يعني تصور فيروس واحد مثلا، نفهمك ببساطه، عندك فيروس واحد كيولد ولادو احفادو، وهذوك ولادو احفادو الجينات ديالهم مغيرين على الاب ديالهم مثلا، يعني الشريط الجيني ديالو كيتغير. حتى الا دار لك شي لقاح، الا عطاك شي برا ولا شي حاجه ديال شي فاكسان، غادي يمشي يضرب مجموعه وغادي يخلي مجموعه من نفس الفيروس، غير هما الجينات ديالهم مختلفين، ما تعرفش عليهم هذاك الدواء اصلا، كيبقاو مخبيين. وحتى هما كيتكاثروا. ان شاء الله ربي يحمينا. اللي كيصلي راه كيتوضا دائما 5 المرات في النهار، يدعي مع الناس المراض، ومتشفاوش حتى في شي دولة مثلا بحال الشينوا ولا هذا، بقاو تيقولوا حيتاش كانوا كيعذبوا الحيوانات، ياكلوا الخفافيش، ياكلوا الكلاب وهذا، وتشفاو فيهم شحال من واحد بغاوها فيهم. ما تنساوش ان هذوك حتى هما خوتنا من نفس الاب اللي هو ادم، يعني ولو يكونوا فاسدين ندعيو لهم بالهدايه. حنا كمسلمين، العدو ديالنا هو اللي كيهز عليك السلاح وكيجي باش يحيد لك الحريه ديالك او الحياه ديالك، ولكن الناس كاملين اللي كاينين في الدنيا باختلاف اللغات ديالهم، ما تنساوش انكم جايين من اب واحد اللي هو ادم، ونطلبوا لهم الهدايه، طلبوا لهم ربي يهديهم للاسلام اللي هو دين الحق. وحنا كمسلمين خصنا نمثلوا الاسلام احسن تمثيل اللي تقدر عليه، اوكي. وما تبقاوش في دوك الميساجات اللي كيجيو بزاف في الواتساب في الفيسبوك، كاين دي ميساج اللي كاذبه. واهم حاجه هي بنادم ما يخافش ويدير التدبير ديالو. راه انفو كتخاف ولا كتدخل في ستريس، كيمشي البروتين اللي كاين في الجسم ديالك كيتهرس، وكيولي الجسم ديالك ضعيف، كتولي فهمتي. يعني اي مرض من غير هاد الكورونا وهذا يقدر يقتل بنادم يرد البال، بنادم يدير الاحتياطات اللازمه، نظفوا، تسلام على الناس. كاين شي واحد دابا عندنا حنايا في المغرب، كاين هذيك التسلام عندنا في الدم، يعني التناق والتسلام في الدم، ما فيها باس. ملي تشوف شي واحد عزيز عليك، واخا يكون خوك ويكون خالك يكون عمك يكون اي واحد قريب ليك او صاحبك، ملي يكون جاي عندك وانت جاي في الطريق، تلوح له الهضره، تقول له راه كورونا، قول له على بالك كورونا، بلا ما تسلم عليا، اجي نسلمو بالرجلين، فهمتي، دير له برجليك بحال هكا بحال هكا، وانت سلمتي وانت سلمتي بلا ما تعنقو بلا والو. وحده الدراري الصغار ما يخرجوش للزنقه، اللي عنده لي بيبي، اللي عنده الدراري اللي مازالين صغار بزاف، ما تبوسوهمش من فمهم. ملي تدخلوا للدار غسلوا يديكم، بدلوا الحوايج اللي كتبو بهم في الزنقه، دير شي دوش الا كان ممكن، الصبابط وداك الشيء حتى هما خاص يكون يتعقموا. ما تنساوش ان بنادم كيكون غادي في الطريق، ماشي كلشي عنده عقليه شهبه، يعني كيكون غادي بنادم في الطريق حتى كيدفل في الطريق حاشاكم، والصباط ديالك كدوز بيه هكاك وما كتعرفش، يقدر يكون الفيروس يهزو معاك ويدخلو معاك في الصباط ماشي في اليدين. المهم بنادم يرد البال. وهذا فيديو كان جاء على غفله، حيتاش كيف ما قلت لكم اليوم في تركيا البارح مع 12 ديال الليل سدوا بزاف ديال البلايص. الريستورون ديالنا الوحيده اللي هي حاله دابا في هذا الشارع هذا، ما عرفتش انا ما غاديش نوجد حتى شي حاجه، غادي نتسنى، حيت لو وجدت ما غاديش يجي كليان، غادي يمشي هذاك الشيء غير في الخوال الخاوي. اوكي، شكرا على المشاهده.
ونتلاقاو في شي فيديو اخر ان شاء الله. الله ينجيكم وينجي جميع المسلمين، واللي ماشي مسلم الله يهديه وحتى هو الله ينجيه. السلام عليكم.